ضيفة هذا اللقاء الناشطة النسوية إنعام أبو قينص. أهلا وسهلا فيكي. أهلا بك. أنا أستاذة إنعام، طبعا الناشطة النسوية في مجال الأسرة. لو تحدثنا عن واقع الأسرة بشكل عام، لو حدثينا أكثر كمان عن الظروف التي يمر بها الأسرة في سجون الاحتلال حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يراقب على كتب ما يقوم به الأسرة داخل سجون الاحتلال، وهو إضراب الكرامة 2. طبعا ما بين إضراب الكرامة 1 ما بين إضراب الكرامة 2 تقريبا عام ونص أو بالقرب من العامين، وهذا يدل على تخاذل الاحتلال وخاصة إدارة السجون اتجاه قضية الأسرة. تمام، ولكن كمان حضراتكم في مجموعة نشطاء لأجل الأسرة كان لكم دور واضح بتقدموا مساندة لقضية الأسرة. الآن لو تحدثنا أكثر عن هذا الدور وعن هذه النشاطات وعن إيمانكم المطلق بأهمية هذه الأنشطة، خاصة أنه كانت أنشطتكم تصل وتحقق وتحمل مطالب. بداية نشطاء لأجل الأسرة هي وجدت لإيصال صوت الأسير للخارج وللعالم الخارجي، ليعرفوا مدى معاناة الأسير داخل سجون الاحتلال. نشطاء لأجل الأسرة هي جاءت من عمق الحياة، ومن عمق الحياة خرجت لتقول انه نحن نشطاء لأجل الأسرة جئنا لأننا عانينا هذه الظروف، وخاصة أن أغلبهم أسرى محررين خاضوا هذه التجربة وخاضوا هذه الأسس وفقا لمعايير معينة، وفقا لأمور يعني خاصة كانت في الأسرة هم عايشوها داخل سجون الاحتلال. أنا بقول لك نشطاء لأجل الأسرة قامت بحملات عديدة، وقامت بوقفات نوعية، وقامت بتظاهرات يعني تحاكي عمق الأسير. كان أبرزها هو يوم الأسير عندما أطلقت البلالين، وكل بالون حمل اسم أسير وأسيرة، وحمل اسم الأسير سواء كان من غزة أو من الضفة أو من القدس من الداخل كله فلسطيني. أوصلت هذا الصوت الأسير من خلال هذه البالونات التي طيرناها. طبعا الأسرة داخل السجون رأت هذا العمل وكان شيء رائع لدي الأسرة، كان رفع من معنوياتهم، رفع من قيمتهم حتى داخل السجون، انه صار يحكوا لبعض انا هي شفت صورتي، شفت اسمي، وبرك هي اسمي هي مش يعني. كان اشي كتير رائع انه انت تقدر توصل صوت الاسير، مش هتقدر تطلع الاسير، ولكن تقدر توصل صوت الاسير. صراحة. تمام، يعني مثل هذه الانشطة تأتي بالاثر الايجابي في نفوس الأسرة. ولكن اكيد كان في عندكم حملات ضغط ومناصرة تأتي مناهضة ل الاحتلال ومناهضة للسجان. صحيح. وتأتي في إطار دعم الأسرة. ما هي طبيعة هذه الأنشطة وكيف يعني كنتم تقومون بها؟ في البداية قمنا في إضراب مدة 12 يوم في 2012 على باب الصليب الأحمر. كان إشي بسيط يعني أخشاب دقناها وحطينا كراتين وقعدنا تمركزنا في الصليب 12 يوم. طبعا الشباب كانوا ليل نهار في هذه الخيمة الصغيرة، والصبايا طبعا كان لحد أو لساعة معينة وروح، لأن أنت عارف مجتمعنا الفلسطيني بيختلف تماما عن المجتمعات الأخرى، وهو متحفظ أيضا خاصة في موضوع الصبايا. طبعا كان 12 يوم جحاف، لكن قدرنا نوصل في 12 يوم رسائل عدة إلى الخارج. صار هناك يتواصلون معنا نشطاء من السويد، نشطاء من الدول الأخرى، ليوصلوا صوت هؤلاء الأسرى الأبطال، وخاصة أنهم مضربين عن الطعام. كذلك أنه نحن قمنا في حملات له من بيت لبيت، كان هذا يعني نزرع في نفوس الأهالي أنه أنتوا أولادكم مش لحالهم، لا إحنا معهم،
والشعب الفلسطيني لا كله معهم والشعب الفلسطيني كله معهم. كذلك قمنا في حملة لو حملة إفطار في بيت أسير، وهذا كان كتير مهم. أنت عارف إنه في شهر رمضان كل العائلات بتلتف حوالين مائدة الطعام، إلا بكون مثلا يعني أهل الأسرة ناقص واحد على الـ 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 على الـ على المائدة الطعام، فيتذكرون بتنقص عليهم بصيروا يتفكروا ويعملوا. لا احنا رحنا وعملنا هذا البرنامج، يعني انه لا احنا مع اولادكم، واولادكم ان شاء الله طالعين واحنا جزء منكم وجزء من الوطن، واولادكم ضحوا من اجلنا ومن اجل الشعب الفلسطيني. اذا ان شاء الله يعني الحرية لهم. كذلك له حملة له الإفراج عن أسر الأطفال تحت اسم مكاني في مكاني بمقاعد الدراسة وليس زنازين وسجون الاحتلال. هذا العنوان احنا يعني ارتقيناه واخترناه لأجل ان هؤلاء أسر أطفال من حقهم الحرية كطفل كأطفال العالم، من حقهم التعليم، من حقهم الصحة، من حقهم العلاج، من حقهم أن يكونوا بين عائلاتهم وأهاليهم. ونجحنا فيها بشكل كبير في هذا في هذه الحملة، كانت على صعيد غزة والضفة والقدس. يعني من خلال الحديث اتضح إنه مجموعة نشطاء لأجل الأسرى قامت بأكثر من نشاط، طبعا كلهم بيهدفوا ل يعني مساندة الأسرى وتشكيل حملات ضغط ومناصرة دعما للأسرة. الآن لو حكينا أكثر عن طبيعة الأنشطة، خاصة أنه اتضح من الحديث من حديث حضرتك أنه كان في أنشطة مخصصة لأطفال الأسرة أو الأطفال من الأسرة، وكان في حملة تانية لأهالي الأسرة. خلينا نحكي باستفاضة عن هذه الحملات. طبعا الأنشطة التي قامت بها نشطاء لأجل الأسرة على الصعيد قطاع غزة، طبعا من خلال الحملات ومن خلال الوقفات ومن خلال الزيارات التي قامت بها إلى أهالي الأسرة، وكذلك الحملات الهادفة لتوصيل صوت الأسرة وخاصة الأسرة الأطفال، لأن هناك كان بشكل كبير في الآونة الأخيرة اعتقال عدد كبير من الأسرة، زاد عن 350 أسير طفل تحت سن 18. طبعا هذا ما يدل على عدم إنسانية الاحتلال اتجاه قضية الأطفال، لأن الأطفال لهم خصوصيات والأطفال أيضا لهم أمور خاصة بهم يجب أن يراعوا بشكل المطلوب ويراعوا كما أطفال العالم بين أهاليهم، وأن يقدم لهم التعليم والصحة وغير ذلك الأشياء التي تخص طفولة وإنسانية هذا الطفل. تمام، طبعا كل التقدير لجهودكم. تمام، واكيد كان في صدى لكل فعل رد فعل، اكيد كان صحيح. في صدى لحملات الضغط والمناصره اللي كنتم بتقوموا فيها، ولكن لو حكينا اكثر عن المقاييس اللي كنتم من خلالها تقيسوا اثر الحملات. بصراحة حملاتنا دائما ناجحة من خلال لهم التوصيل بشكل المطلوب من خلال التواصل الإعلامي. حملاتنا كان لها هدف واضح لتوصيل صوت الأسير حتى يكون ضغط على إدارة السجون، ويكون ضغط حتى على الاحتلال من خلال السفارات ومن خلال القنصليات. هنا نتحدث عن الخارج، أما نتحدث عن الأمر الداخلي، قمنا بزيارة إلى مؤسسات دولية وناقشنا معهم موضوع الحملات التي نقوم بها وخاصة الأسرى الأطفال، لأن هم يحتاجون إلى رعاية صحية، يحتاجون إلى رعاية خاصة بهم، واستجاب ذلك. قمنا أيضا بحملة للأسرى أي أسرى الصيادين مع مؤسسة دولية بالشراكة، ونجحت بذلك. والدليل على ذلك أن الصليب الأحمر قام بزيارة الأسرى خاصة الأسرى الصيادين، وعرف ما هي صحتهم وعرف كيف أحوالهم وكيف يعيشون وكيف يعني يتعايشون في داخل السجون بالأمور الأخرى. والحمد لله يعني كذلك ذهبنا إلى
المندوب السامي ناقشنا موضوع الأسرى المرضى وعلى رأسهم معتصم رداد ولمتابعة هؤلاء الأسرى وملفاتهم الطبية، وكذلك نجحنا في ذلك من خلال اللي هو زيارة سجن ما يسمى بمسلخة الرملة. قاموا مؤسسات دولية بشكل يعني الشكل اللي احنا نريده بدخول هذه المستشفيات والعيادات سجل الرملة والمستشفيات الخاصة التي يمكثون بها أسرانا داخل السجون. والحمد لله يعني قدرنا نوصل انه لا، في أسير مريض يجب أن يعالج ويجب أن تقدم له الخدمات الصحية المطلوبة كما يعني ما يناسب حقوق الإنسان والمواد التي تنص بذلك. تمام، يعني اتضح من خلال الحديث انه كتير هي الوسائل اللي كنتوا تستخدموها لإيصال رسائلكم. صحيح. من ضمنها في مؤسسات دولية مثل الصليب الأحمر. صحيح. من ضمنها في منصات تواصل اجتماعي كنتوا من خلالها توصلوا رسائلكم. صحيح. تمام، يعني في نهاية حديثنا وفي نهاية لقائنا هذا، كيف تصفي أو كيف أنت بتشوفي أنه دور وسائل الإعلام في دعم قضية الأسرة؟ في الآونة الأخيرة يعني ما بديش أحكي لك أنه كل واحد يلا يا حالي، للأسف الشديد هناك قصور في الإعلام، لأن هناك اقترب الأسرى خاصة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في إضرابهم المفتوح عن الطعام، لكن لم نرى الحجم اللي كنا يعني إحنا متوقعينه لإيصال صوت الأسير هذا الحر إلى الشارع الفلسطيني بشكل المطلوب. حتى الشارع الفلسطيني يعني بالتناغم مع الإعلام فيش مش هالصدى اللي احنا بدنا اياه، لا، حتى انه البرامج اللي نزلوها لجنة الأسرة بالأمس للأسف الشديد كل شيء زي ما هو، يعني فيش اشي جديد، فيش اشي يعني نوعي انه ممكن واحد يبتكر شغلة ويعملها، لا، هذا بنعملها كل سنة كل سنة كل سنة. بالعكس الناس بتزهق، الناس بتقول لك يعني هدول هيك هيك هيك، يعني هدول هيك. طب بس برضو الإعلام له دور في توصيل صوت الأسير، وخاصة في الآونة الأخيرة ما تعرضوا من تنكيل أسرى داخل السجون، تعرضوا للابتزاز من داخل السجون من إدارة السجون، تعرضوا للضرب وللإصابات وللقمع، حتى الأسيرات طال الأسيرات، يعني للأسف الشديد يفترض إنه الكل تكون هبة قوية. إحنا يعني كنا نتوقع ذلك، لكن للأسف الشديد لم نرى الهبة اللي هو مطلوب لهؤلاء ولا نصرة هؤلاء حتى نخفف عليهم. أنا بدي أوصل رسالة الأسير من خلال اللعب، بدي أوصل رسالة الأسير من خلال المشي. تمام. كل الوسائل بدي أوصل صوت الأسير، لأن هذه أمانة. تمام، ولأنه صوت الأسير أمانة واجب علينا أن نعدد أنشطتنا تكون نوعية. تمام، وأن تكون هذه الأنشطة نوعية. طبعا كل الشكر لك أستاذة إنعام أبو جينس، كنت معنا في هذه التغطية المفتوحة اللي بنقدمها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اللي كنا بنقدمها عبر قناة سكترما. كل الشكر إليك.